واش الخوش اني يا اصحاب بخير الحباب، الله يخلي لكم الميمات اخوتي، تحياتي لكم، الله يخلي لكم الميمات. واللي عنده شي ميمه مريضه الله يشافيها عليه، واللي ميته الله يرحمها عليه، واللي عنده الله يخليها عليه اخوتي. فضلنا هذا اليوم اخوتي جينا باش نعاودوا بواحد القصه مع خونا فريد. اليوم ماشي قصه ديالي، سمحوا لي اخوتي، اليوم القصه ماشي انا اللي نعاودها، غيعاود القصه اليوم اخويا فريد على اللسان ديالو هو. غنخلي اليوم معاكم خويا فريد، ولكن بارطاجيو اخوتي باش يطلعوا الخوت وكذا، ونبداو معاكم هاد القصه هادي. ورا قريتو العنوان اخوتي كيفاش داير، وهاد القصه ديال خويا فريد ماشي انا اللي غنعاودها، على لسانه هو والقصه ديالو هو. وتحياتي لكم خوتي كاملين. وديك الخطره باش تقولوا لي في الكومونتير باش تهضر بزاف، ما خليتيش فيها بيد يهضر، ما خليتيش فيها بيد يهضر. اليوم اخوتي انا نخلي غيعاود القصه كامله بوحديته هو، ما غنهضر معاه ما والو. وتحياتي لكم كاملين، وتنموت عليكم خوتي، لا يطلع لنا ما راح سيها. السلام عليكم وتحياتي للناس اللي غيتفرجوا فينا اون جينيرال، وتا الناس اللي غيتفرجوا فينا من بعد، لا يوصلهم اللايف من بعد غدا ولا بعد ولا شي نهار اخر. اليوم ديك النهار قلت لكم غنقصف لكم جوج ديال الناس، دابا جات النوبه ديال واحد. كاشوي خي واحد، خلي واحد شويه، واحد شويه الصوت اخويا فريد. اليوم جات النوبه ديال واحد في هذوك الجوج. بلاتي خلي شويه قبل ما يطلع شويه ديال الخوت. لا ما غاديش نعاودهم دابا، تا هي تيطلع الخوت. جيبوا خوتنا باش يسمعوا القصه معنا من الاول. تا هما يا قال شي عيب اخي واحد، اليوم قصف ارض جو. اليوم قصة ديال خويا فريد. والله اخوتي انا ما عنديش مع نهائيا نوايا خويا ساكته صاحبي، والقناه ما خويا من القناه شنو راه بحال ديالو، ما يمكنش يقول لي بغيت نعاود قصه في القناه ديالو، ولا نقول لي لا بحال ما بيناتنا هادشي. يعني راه هاد القناه هادي راه بحال ديالو، ما عندي ما غندي، هو كاع بغى يعاود القصه ديالو. قلت ليه خليه لك حريه خويا عاود. واحد راه من الدراري شي يعرفوني مزيان، اللي قرب لنا راه عارفين حنا اصدقاء ديال بصح. انا راك عارف كلشي. المهم اليوم قصف ارض جو، تنتمنى كلشي يدخل وكلشي يبارطاجي ولي لايك الرجوله باش ما يتقطعش لنا اللايف. السلام عليكم خويا طارق العلاوي، تحياتي خويا الغزال، الله يكبر بيك خويا. سلام، تحياتي من الجزائر، راه حفظك تحياتي خويا من المغرب اخويا. ديما خاوه خاوه خويا، ديما ما نذكروش عليها. دابا اه يا تحياتي اختي، الله يكبر بيك اختي العزيزه. والمهم اليوم راه ارض جو والسحاب والضباب وكل شيء. خوتي راكم لاباس بخير خويا، الله يكبر بيك خويا حمزه، تحياتي خويا العزيز. سلام، تحياتي من الجزائر، تحياتي اخويا من المغرب من سلا، والتحيه هذه للناس اون جينيرال اللي غتفرج في هذا اللايف. تكلف بالتعليق يا اخويا فريد باش نقلص ما نهضرش اليوم، نخلي لك قصه. الله يحفظكم، تحياتي اخي لكم كامل، حنا نقراو التعاليق كاملين بخاطر اللي زهقات. تبارك الله، ايبن ما شويه عباد الله يبارطاجيو ويطلعوا الخوت ونطلقوا. تحياتي للدراري كاملين، وتحياتي لكاع الخصمان، وتحياتي كاع الدراري ديالنا اللي كيبغيونا واللي متبعيننا، واللي متبعين واحد اول حاجه، اللي متبعين واحد المهم واحد راه تفكرني حيت شحال هادي انا ما. المهم هادشي هذا غادي نعاودوه من بعد. كنتمنى كلشي يبارطاجيو وكلشي يطلع وحق الرب. اليوم قصه مقاوده، اليوم قراري ارض جو وحق الرب. سلام رجاء، الله يحفظكم، تحياتي اخي وحيد، الله يحفظك اخويا، تحياتي ليكم اخي كاملين، تحياتي والله العظيم. ممكن نتمنى كلشي بارطاجي باش ما يتقطعش اللايف وحق الرب، ولي لايك الدراري باش طلع المشاهده لواحد اخرين. اخوتي تحياتي لكم، ايا الله يحفظك، تحياتي خويا معروف ايا وحيد. صافي ايا ديالي، تحياتي البرنوصي، الله يحفظك اخي، تحياتي لكم خوتي معكم، الله يحفظك اخويا، تحياتي ليك اخي خويا. ديروا بارطاج لايف وجيم ضروري، تيقول دابا الخوت تحياتي لك خويا ضروري، فهمتيني ما مشاتش في خلا. المهم القصه اليوم مشوقه،
وحق الرب ونهار غليظ ملي جا لعندي خويا وحيد اليوم راه في الدار ديال خويا فارد كل وحق عين من قلب الدار ديالهم، وتحياتي ليه. شو هو جاو واحد الخصمان تا هما واحد جوج داري زويوني الله يعمرها دار، واحد صاحب جا تا هو، واحد تا هو اول مره غنتعرف عليه ولكن ولد نقيقي. المهم اليوم غتشبك، تحياتي دوار الحاجه معكم حكيم الاستاذ الله يحفظك اخويا حكيم. اه يا اه يا تحياتي وحيد اه يا بقات عندك في التاريخ الصاد. اه يا سلام من تمارة الله يحفظك اخويا، تحياتي الناس ديال تمارة خويا، تحياتي من تيفلت، تحياتي الناس ديال تيفلت اخي اون جينيرال خميسات المعزيز، تحياتي خويا وحيد نيويورك الدراري زواون ديما كنشوفو تيسافرك من نيويورك. تحياتي اخي، تحياتي خويا الغزال، تحياتي الله يسهل عليك الرجوع. على الدراري ديما كنشوف في التعليق الدراري ديما ديما كاينين عندي خوتي والحباب عائلتي، والله ما حاسبهم انايا بانهم راضي، فانا حاسبهم خوتي وعائلتي الثانيه. اه يا اليوم انا غليظ مع خي وحيد، ضربنا واحد الروبا فرقعه عاد اليوم ما غتمشيني، كتكون واكل مزيان داكشي كيمشي زوين، اروبا ديال الروز والدجاج والله العظيم ماشي هنا يكون فيها اخي. تحياتي خويا حيد فريد وتحومجي بوش بوش الله يحفظك، تحياتي خويا بوش سيكشور واحد، تحياتي الناس ديال سيكشور واحد اون جينيرال والقرية عامة، راكم منورين والله اخوتي. بغيت شي كلمة ادماج سجانة اخوتي، الله يطلق سراح اي مسجون، وتنتمناو كاع اللي خرج يدير عقلو يدخل سوق راسو، وحق الرب ندير وليدات، واحد تا هو فاز بواحد الوليد، انا فزت بواحد الوليد، تنتمناو اي واحد ان شاء الله يدير شي حياة زوينة وشي اسرة نقيقية. والله عرفتي الوليدات شي حاجة في شكال، انا بعدا انا الثلاجة خي وليت وحق الرب تا هو حي تا هو والله خويا وحيد خويا فريد تحياتي ليك اخي الله يحفظك ابو بكر. السلام عليكم خوتي وحيد وخي فريد، الناس ندخلوا في الموضوع. دابا فخا تحياتي لك خويا، الله يكبر بك خويا العزيز، تحياتي الرجوله العسكريه للجمهور الله يحفظك اخي، تحياتي كاع الجماهير كاع ديال المغرب اون جينيرال. السلام عليكم خوتي وحيد وخو فريد، الناس يطلبوا تحيه عسكري الله يحفظك، ربي يحفظكم خويا وحيد من الجزائر. واش كتعرف تي ابو تحمشي مش الله يرحمه، واش كتعرف والله ما قريتهاش مزيان، ممكن نعاود بعد نجي فيها جوج خويا، خويا فريد تهلا الله في الوالد، في الوالد ديالك الله يحفظك الله يسهل عليكم، والله الا زعما شوف والله حتى غير الناس والله حتى عندي تلموس عليكم كاملين، الله يرزيني على مهمتي وتحياتي لكم كاملين، تلموس عليكم ديال القريه سيكتور خمسه. اه كنعرفو ود حومتي صالحي خوتي، اخليكم المهمه لي لايك كاملين، الله يرحم لكم الوالدين. انا نشوف هذه المقارنه اللي عند طالع في اللايف يكون لي لايك بلا ما عمري قلت لكم شي حاجه ما والو، عييت باش تطلع باش تطلع المشاهدة. برك على ديك الخميسة خير الله يحفظك، ديك الخميسة ديك الخميسة الزرقاء الله يسهل عليك الله يكبر بيكم، ولا تحياتي لكم خوتي. نهضروا على الملك خاي، شنو نقول لك اخاي يهضروا عليه اسمع، الله لا لا الملك شي عام لا نجاوبوا اخويا، يهضروا عليه اخويا الناس ديال الناس زعما ديال تقاد البلاد زعما هذوك هما اللي غيهضروا، حنا اخويا راك عارف حنا حنا نقصروا مع الحباب وغنقولوا واحد القصة زويونة على واحد الدريري تا هو نقيقي، غنقول عليه واحد القصة بحال لا فيها لا كذوب لا والو، غنعاودو عليه الحقيقة صافي. هادشي حنا علاش نقصرو، ما ماشي شي حاجة أخرى. الملك أخويا يهضرو عليه الناس أخرين، وعاش الملك من ضمن البراءة، سميتنا عاش الملك وسميتنا الله الوطن الملك، الملك عاش شي عاونا. واحد فكرت شي فيديو ديال البحر الله يحفظك أخويا، ديما عسكر ديما واش ديما الرجولة مش عارف الله يحفظك، تفرت على شي فيديو أخويا اخويا وحيد والله توب عليك اخويا، جي من الرجال الله يحفظكم، تحياتي الله يكبر بيكم. مدوزين معاك ولاد بني ملال، مدوزين معايا ولاد بني ملال اخي، وتحيه لولاد بني ملال كاملين. وحيد انا مزيان الله يحفظك خويا فريد، واش كتعرف واحد خي سميتو نبيل امين
طومبو امير، طومبو غني على التعريف اصاحبي، عرفتي شنو جبتي نتايا هذا صاحبي؟ هذا نبيل المشوشر كومونتينا، تحيه ليه من هذا المنبر هذا الخويا نبيل المشوشر. سارق البلاد راك عندك شيخ ديال الكلاس، سارق البلاد من بعد ان شاء الله، ماشي دابا، حنا خلينا مع خوتي لي لايك الله يخلي لكم المهم خوتي يطلع اللايف عند واحد اخرين، عند خوتنا الاخرين تا هما معايا وحبابنا تا هما يكونوا معنا في هذا اللايف هذا خوتي. باقي تدير شنو هي هذيك؟ والله ما قريتها مزيان والله خويا فريد معاك تيفرش باقي تدير ايه واش فايت شديتي مع الصالحي فريد حي الكاسو صافي خويا والله تشوف بالرجول حنا نسيناه هذيك صافي هذاك راه غيفرق القصه مازال غادي تحط ديك القصه مازال غنحطوها تحياتي خويا فريد الله يحفظك اخويا خويا مدوزين معاك مدوزين معنا تحياتي اليوم واش فايت شديتي مع الصالحي مدوز معايا الصراحه هي كل القريه قلت لك شهور ثلاثه احلى تحيه نبيل تحيه عسكريه من سلا وحيد تمنى تغشي خالد فريد كنت باقي صغير انا فاش رحمه الله حفظك السلام عليكم خويا وحيد وش حياتي صديق ديالك وش حياتي خونا الياس القراري تحياتي ليا خويا تا حنا اليوم والله تا غنتباشرو معاه بالله حيت واحد القصه قالها فهمتيني قصة فهمتيني قصة ديال الغباء قصة على الخنفوري واليوم غادي اليوم غادي نهضروا على القصة ديالو مع الخنفوري ان شاء الله الى تبارطاجا اللايف مزيان وداروا لي لايك ان شاء الله وحنا غادي نهضروا غادي نهضروا غير باش يطلع اللايف مزيان باش يطلع اللايف مزيان ويطلع للمشاهدة لواحد اخرين عاوتاني لخوتنا المدوز معايا عادل اخويا الله يرحمه موسى موسى كان صغر مني اخي الله يرحمه في هاد النهار تا هو الله يرحم جميع أمتي محمد أجمعين كنتي معايا في خميسات كنتي عزيز على كل شيء كنتي نتا وأبريو أخي الله يحفظك أخي تحياتي ليك أخي كنت في الخميسات فين تحكمت على واحد مونتيف أنا ورشيد أبريو الله يحفظك تحياتي ليك عاودين على جلوطة جلوطة من بعد إن شاء الله جلوطة راه عشيري وصاحبي وخصايم تا هو والله يدير له شي تا هو ديال الخير في هاد النهار هذا من بعد ان شاء الله ونعاودوا على شي قصه واعره حيت هو ناضي قول لهم يقفلوا لنا لي لايك ونعاودوا لهم القصه مداوا مع نقولوا خوتي يعطيونا لي لايك خوتي اليوم انا ما بغيتش نهضر اخوتي باش ما تقولوش ديك النهار ما خليتيش فيها بيدي هضر انا اليوم ما اضطريش باش ما نهضرش عطيتو هو يا خليت ليه هو يا يتكلم انا ما غنهضر ما والو ديال سعيد من بعد خوتي اي لي لايك باش تشوفونا خوتي وحده اخرين خوتنا الاخرين وتحياتي ليكم خويا وحيد شي ديديكاس ولدي بدر ديديكاس اخي شريف انايا انا اللي غنسبقو قبل من وحيد احلى ديديكاس واحلى ديديكاس لخويا بدر وتحياتي ليه يحفظك بدر تنموت عليك خويا بدر وتا الله في راسك اليوم اليوم راه جو في الحق ماشي في الكذوب حيت كلشي راه اللي مدوز معنا راه كلمات حق كلمات حق الا نزيد عليه شي حاجه ما تسمحش ليا كلمات حق الا نزيد عليه شي حاجه كاع ما تسمح ليا والناس اللي مدوزين معنا راه شي حاجه عارفين كاع اللي عندي الخوت والحبال عارفين انا عارفين اللي ما كاين لا كذوب لا والو عارفين يديك انت واحد راه انت تعرف كلشي يا صاحبي تحياتي خويا فريد واحلى فريد ولد ابن عيسى الله يخلي لك امي بيد الله يحفظك الرجوله طارق العلوي الله يحفظك اخويا طارق كتعرف دور حاجة الله يرحمه شكون هو مشات هذيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خويا العزاز العز برجع الله يحفظك عمر دوزتي مع جمال تي تيلي لا جمال تيلي لا خي فريد الله يرحم المرحوم خويا هذا النهار الله يحفظك اخي الله يرحم جميع امتي محمد اجمعين وجميع المسلمين تحيد هذيك اللعيبه وما تبقاش تكتبها الصاط الله يسهل عليك صافي حنا دابا هذاك دابا نعاودو على لعيبة أخرى واحد تجطن الأيام الناس أخي والله شوف عمرني أخويا خسرت الهضرة نهائيا في القناة عندي ما عمرني ما قلت شي كلمة خايبة في القناة والو ما خد خوتي طالعين والله ما قد معايا الجعبة مدوز معايا ما قد نقول شي كلمة خايبة الجعبة مدوز معايا تحية للجعبة من هذا المنبر هذا تبارك الله على أخوي فين أخوي فريد هانية بخير الراجل الله يحفظك أخويا الرجولة يعني الامور قرار يغلب
الخنفوري وصحابه. معلم من درت ديك علامة ديال الاستفهام تناضي غلبهم. تحية للخنفوري خويا، وتحية لولاد الغرب كاملين. صافي خويا فريد، عاود لينا القصة دابا دابا دابا، غير لي لايك وتشبك. قربنا قربنا، شو شحال واحد؟ يا غادر دابا يقولوا نبداو معاكم، قولوا ما قدوا لنا لي لايك باش طعن الاخر. قادوا لي لك بحق الرب باش نقصوا خوتي ارض ساوي شويه. وانا عارف، الله يرحم لكم الوالدين. ولا ما عندك ما ادي ولا بالكش على هذيك اسمع، اليوم باش يوصل القصف، القصف فريد واش دوز مع قرعه مدوز معايا الساطا صاحبي، هذاك راه تي راه تفرق دابا باش تعاود القصه تفرقع في الفيديوهات كذا هذاك بقى. اصاحبي. مدوز معاك الركبه، مدوز معايا الركبه، تحياتي احلى جيم، الله يحفظك. تحياتي مدوز معاك من ولاد كازا، مدوزين معايا الدراري خصمان ولاد كازا، تحياتي تحياتي ولاد كانت من كازا رشيد الصحاح خصمان. جربوع، تحياتي جربوع عادل ولد طارزه، وتعرفتي يوسف النايك، تحياتي لواحد الدراري ولاد محمدية عيسى، و شنو جبتو؟ هذه قصة أخرى. شنو جبتو؟ بيضاوة كازاوا الصالحة، تاني تنموت عليكم، كازاوا تحياتي لكم عقلوا على وتنموت رشيد عليكم الجربوع، بالرجولة. رشيد الجربوع تحياتي الناس وعادل كازا ولد طارزة، المهم هاد الدراري بعدا في شكل، ويوسف النايك. المهم غنجيب له قصة أخرى على هادي. تحياتي الدراري ديال الدار البيضاء والمحمدية، لايك الدراري بالرجولة. بالرجولة أخاي، لايك بوم بيان جوي ميدرتي هاديك التويتية. شكرا لك خويا سعدون، كيف الأحوال؟ أحفدك واش دوز معاك موقلي ولد فاس. لا برافو عليك والله، ولد ايطاليا، الله يحفظك. الناس ديال روما ميلانو والناس ديال الفاتيكان تو الموند داري تيمومي الواحد رجولة. تحياتي من تربيضة، تحياتي اخي الناس ديال كازا، ديما خضرا اخي عسكري ديما يلعب، خضرا عسكري ديما خضرا. حنا شوف دابا هنا يا انت عسكري عندي في داري سكوتش ديما خضرا، وقلت لازم ديما لي فار هنا يا عسكري. ياك اخي مهدي انا عسكري وانت يا دابا يا رجال خويا من ما هنايا. تكونش عنصري، ما نقعتيش شنو تحية من للجماعة هنا العسكرية نقول لكم. واحد هذه تحية مع انت رجاوي وانا عسكري، تحياتي للناس صافي الرجاء باش يكون ديما بحال هكا. بعدا وقلت تحية للناس اللي فار، تحية للناس الفراويين وحق الرب من القرية العساكر، وتحية للناس الرجاء تا هما وحق اليوم الرب كاملين تنموتوا عليهم الناس كاز. المهم بارطاجيو الدراري، راه قربنا ندخلوا في الموضوع. مرحبا بكم في قنيطرة، مرحبا الناس ولاد حلالة، عرفتي تحياتي ليهم كاملين ولاد حلالة. اليوم ارض جو والله، تنجيب واحد التيشورت ديال حلالة بالرب هي اللي غنلبس اليوم. فريد راه ساخط اليوم ما عطات القصة هذه والله خوتي. انا ماشي اللي غنعاود القصة، قصة هو اللي غيعاودها ماشي قصتي انا، قصة مازال ديالي هي اللي جاية، وخلي هو ما نقول والو. شي الشيخ ديال بزاف. شوف خويا ولد حلال اللي انت باقي تتفرج اخي، وحنا اليوم الموضوع ديالنا ها هي باش اخي وحيد، واش هي هادي اخويا ايوب البركه، الدري زوين كان داز عندكم زوين في ليكيب، ها هي اوريجينال من عنده لعندي، حيت الدري ولد حومتي وبحال خاي الصغير والله يسهل عليه. المهم اليوم قصف ماشي لخوتي الكاكاويين، لواحد الدري ولد قنيطرة قاي قراري شي كون ما عودتش على الخنفوري. انا ما كنتش مع عمري غادي، حيت انا تنعرفك مزيان فك دواوة تتعلي بالزيبا متوشية تتبقى كحال شوية قلب التاريوم تتبقى على الزيبا ودو داك ديال الحماق ديال المؤسسة وتتبقى وباش تعجبني كاريزما عندك. بلاتي دابا جوج دقائق والله تا ندخل في الموضوع. شي اخبار على اشرف ود مالكة؟ والله اشرف ود مالكة اخويا راه عنده 3 سنين الحبس، يطلق سلاحه. انا بعد شحال هادي مشو الله يطلق سلاحه على ما اسمع، عنده 3 سنين الحبس. السويد الله يحفظك اخويا. شي اخبار على اشرف ود مالكة؟ الله يدير له شي تهويد الخير. بداو اخي واحد شي اخبار على اشرف؟ المهم واحد قريشي في المسيره
لا خويا قريت في ليلة عايشة. فارس حل شي قناة ديالك، راه عندك مشغول، اعطينا القصص. الله يحفظك ان شاء الله. مؤمنة مرحبا. خويا واحد راه دابا مؤمنة، كان خويا واحد راه عاطيني الخط الاخضر، انا محيح، هاي غير القناة راه ديال خويا فارس، ومن القناة بعد ان ديالو شاء حتى الله هي ضروري، غير القناة ديالو غندير ما نخليش حتى عندو ما يتقال، حتى هو هي وتا هو عقلو عامر احنا وعندو ما الغالب يتعاود وعندو خليكم قصص هنا زوينة. ورايح على الدري صغير. دابا نهضروا على اي حاجة اخاي تكون في الحقيبة، تكون تتمس بالمقدسات ودوك الاتواج، فهمتي يا خويا؟ حيت حنا ما عندنا معاهم حتى شي حاجة، حنا تنقصروا. انا ولد قناتها نعرفكم رجال ووحيد، ما تيكذبش. الله يحفظك اخي، الله يسهل عليك. شي والله انت اي شي هاي اخويا، وحق الرب ضاربه عندي دابا شي عامين الصاد كتار، هاي ديال حلال. المهم شحال بقات دابا؟ شوف واحد قوش وخير انا مشوق نسمع هاد القصه هادي من قوي، سامعها أربعة هو. دقايق، 4 دقايق اللي بقى. ضربتي شي تراكسيو؟ لا خويا لا، والله ما ضربتش على تراكسيو. هي الصاد وحق الرب، انت سير ضربهم انت هيا وصحتك. واحد رجولة، الله يحفظك. تحياتي. اللوط على فريد على مسخن الطرح، بداو علاش اللوط على مسخن الطرح؟ سعيد نديرو ليه اللعيبة ديالو بوحدو. سعيد خونا وحبيبنا تا هو جينا، يا تا هو مجدون تا هو اللي يطلق سراحو تا هو خوتي. نديرو اللعيبة ديالو، بدا بجلوطة فريد على مسخن الطرح وعطينا. والله حتى غادي نهضرو عليه خويا عزيز فريد، الله دوز تعالى معايا على دوري. شاقور ولدي. قاسم دوز معايا الدري هذا، تحية الدري وسيدي قاسم، باين فيك راجل مزيان اخويا فريد. الله يحفظك، الله يعز بيك الراجل، الله يسهل على اي واحد. حشومة عليك ناري نبي ما كاين لا حشومة لا والو، حنا ما غاديش نكذبو. تحية خوت من كازا، حي مولي رشيد 004، تحياتي تحية سبات اخي. للزيرو كارت كاملين. تحياتي سبات اخي دراري خصمان، وتحياتي لواحد الدري خص ايام دابا نجبد سميتو مرة اخرى. دابا غادي نبداو اللايف اخي واحد. شنو القصة؟ نبداو القصة اخي، قول لهم اخي قبل نحكي هذه القصة هذه. لي لايك، عادي لايك قدوها لي لايك وبداو لهم الدراري القصة هذه باش يشلوها عند الخوت شحال. اللي ما شافش يشوف. اي عندنا 140، عندنا 140 و70 ديال قد. و70 توصلوا 70. لا لا دابا 140 دابا هي مشاهدة، ولي لايك 71. قفلوا لنا هذوك اللي باقيين اخوتي. لا اللي بغينا نقول لكم والو هما اخوتي، انتم تيضربوا وجهكم الدراري، تحياتي ليكم. نقول والو هما تيضربوا الدراري، هما تيضربوا في لايك. لا لا بالرجولة، والله حتى غنفرقعوها اليوم. فريد معاك فيهرون طقنا. فيرون، فيرون خويا تحية الرجولة، خويا فيرون، خويا تحياتي العشيرة لك. شابكة. صافي فيرون دابا غنقنبلوها. واحد ديليكاس من عند خوك أسامة، الله يحفظك. تحياتي واش خويا ندوز معاك أسامة. كامل ود الغالي 04. ما عقلش مو مع الدري هادي. هنايا 2001 في حي باء مع سيمو لعب. سيمو خويا تحياتي ودحوم في اسم محمد، ندوز معاك. المهم انا نقراو كلشي مسكون في عرض الناس. الا وسير صاحبي، راه ما كاين لا عرض الناس لا والو. حنا هو كيما تيهضر على الناس بالسوء وبالكذوب، حنا ما نهضروش له بالسوء، حنا نصحوا المعلومه، فهمتي؟ باش تكون فاهم، ما تبقاش غادي في الغلط الصاد، خصك تفهم من جوج طرفين، فهمتي؟ حتى الطرف الاخر مسجون، الله يطلق سراحه مسكين، الله يدلو شي شاول الخير على الخنفوري، والطرف الاخر راه كاين تيفرقع في لي لايك وتيدي في العاقه بطريقه ماشي للرجوله، ماشي تقنيه. الله عندي يسهل بعدا عليه، غير ما يكذبش على عباد الله وتي كذب. صاحبي. انا بعد القصه ما انا انا ما انا معاود ما انا ما عندي انا ما انا صافي انا عملت اخويا. شي قصه ديال، انا انا ما هدرتش لي القصه ديالك، انا خليت لك، انا انا خليتك حريه التعبير ديالك انا اخي. مدوز معايا، مدوز معايا في الشامبري، وقبل مدوز معايا في الشامبري انا صافي مدوز معايا في وتا ما الكارتي. خليتها تبدا معاهم القصه من الاول كيفاش بدات. هي قربت توصل ل 70، فهمتي البلان؟ حنا نصحوا المعلومه للناس. انا كنجاوب اي واحد باش ما يقولش راه تيقرا الخايب وما تيقراش، تنقرا كل شيء. فين اخي اختي حسيت اخي العزيز، الله يحفظك الرجوله. شي حي واحد عاود الموتيف ديال باش ان شاء الله هنا باش. تعادل نعاود الموتيف ديال الباب تيتا هو خونا خالد الرام، ولحومتي وحتى هو تحياتي مازال نعاود ولد هاد عايش في القصة هادي السويد. الله اخويا. يحفظك السويد، تحياتي يا اخي. الناس ديال
تلجو الناس مزيان يفارد خويا عاود لينا على الكريم جن. وقد يكون معايا الباب تيتشاوى في القناة يعاود دير قصة تاوى ان شاء بالسمن الله ديالو ان شاء الله. قد تاوى يا راه ولدكم تيتشاوى يا وخونا وحبيبنا. عاش خاي شحال هادي ما شفت سيمو عاش. انا كنت نقيس نقيس عليه شحال هادي ما شحال هادي ما شفتو شي 4 سنين دابا. فين خويا فارس عايشين انا سمير بغردو خويا سمير تحياتي ليك. وفين الصاد؟ وشوف شوف بالرجوله غتصيفط لي المرشكة خاي سمير الدري عشيري هذا ولد حومشي في بوردو وحق الرب. المهم تحياتي تصيفط لي المرشكة خاي سمير. فين خويا فارس تحياتي انا سمير ولد القريب بوردو الله يحفظك اخي سمير تحياتي. وصافي تصيفط لي النمره الرجوله حتى حنا شحال هادي مشناك فهادي رجعتينا 10 سنين الله عشيري الله يحفظك. شنو الموضوع؟ الموضوع هو القراري واخويا واش مدوز معاك شي ولد الدار الحمراء؟ لا والله من ما نكتبش عليك خلي دخل لينا في القصه. انا دابا قربت هي 70 تضرب قال لك واحد 70 لا راه 156 راه 81 لا 170 باش تضرب خويا ياك انا بغيت ندي قد لنا لي لايك معاك يقد واحد يقد 154 لي لايك مع الى 80 ديال لي لايك باش تطلع المشاهده لواحد اخرين باش بلا ما بنادم يجي القصه مأخر من الوسط وما يسمعهاش ولا شي حاجه بغينا يسمعوها كاملين الخوت ما يقدوش الزعبه تدوز عادي يعاودوها لي لا كاين لا يعاودها كاين اللي غيطلع لي لايك ياك يقدو يعاودوها لي قد يتفرج فيها يتفرج فيها صافي. المهم سامحوا لنا اخي صبروا معنا شي شويه دخل معاهم القصة خير. احنا خارين بتاعك ندخلوا للموضوع. هو يا خوش نخلي لكم دابا يا خويا فريد القصة انا ما نهضر ما غنتكلم حتى يسالي القصة ديالو يا خوتي. والموضوع ديال اليوم هو الخصيم اللي مفرقعها. المهم تحياتي لخوتي كاملين ديال الحلالة وتحية للجمهور تحية عامة عامة اللي كيتفرجوا فينا وحق الرب بالرجولة وحاجة الدراري كاملين زويونين واخا داك النقد البناء ممكن وراه بخير فهمت الله يحفظك. حنا ما تنهضروش في العرض حنا غادي نهضرو في لوجيك. نهضرو اليوم على القصة ديال القراري مع الخنفوري قسما بالله ما نزيد عليه شي كلمة خاي داك السيد. أنايا أنا داك السيد مدوز معايا في الكارتي قبل ما يدوز معايا في البيت ومدوز معايا حتى في البيت قسما بالله شي ديك الهضره اللي كيعاود كامله وحق الرب اللي شانو عظيم ما منها شي حاجه. نقول لك علاش انت مشيتي لواحد السيد اللي مسكين غارق حبس معدوم حبس وشديتيه بديتي كتقشر فيه والناس كاملين اللي مدوز معنا ولاد قنيطره كاملين قسما بالرب الاله الا قريتي كومونتيرات كلهم تيسبوا فيك وبنادم تيعرفك ومدوز معاك الحبس تيعرفك مزيان قريت الكومونتيرات كاملين. تمشيتي لذاك السيد اللي غارق حبس واللي الناس تتحترمو في اداره السجون وحق الرب اخي وحيد نهرب داك الموظف كنت انا تما يتفاهم لي ربطو كنبغي يربط الموظف اللي مع الاخر هو يجيبها معاه كان غيشد واحد الفرملي عنده كان عنده حساب مع واحد الموظف لا داعي لي ذكر الاسم لا ما نجبدش السميه لابس طابليه عندي الحق ما نجبد انا ما نجبدش السميه نقول قول راه من حقك تعاود موظف تيفرق الدواء قسما بالله كان باغي يشد كان باغي يشد هذاك اللي تيفرق الدواء واحد اللي كيفرق الدواء ديما تيكون معاه موظف ديال الكارتي تيحلي ياك واحد تيحلي البيبان كذا ترى يعطي الناس تشرب الدواء حيت هذاك فهم لي هذاك تيدور تيدور في حل على ولا شي حل باش ديال الكارتي. المهم حنا غادي نعطيك واحد المختصر عاد نبدا لك في الموضوع وعلق لي هذاك الفرملي وهذه القصه غادي نخليوها ما عليا حتى هذه غنخليوها نديروها هنا باش تخليها حتى نعاودوا عليها مره اخرى. شفت موظف هذاك علق والاخر حصل شتو دخلوا البيت حيد لي السوار طرق على راسو في العزله مينطو مينطو مينوطو مع البياص ديالو حاضر هذا الشيء هذا في تيفز حتى جاو الناس الكبار سمع الصاد عنده صلاحيه حتى جاو الناس الكبار الصاد سمع سمع مزيان ولا كذبت الناس كاملين تنتمنى اللي مدوز معايا واللي ما مدوزش معايا وشي ولد حومته تفرج في هذا اللايف يقول له راه فريد طق 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 ويدخل يتفرج وغادي يعرفني كنهضر سيريو.
موظف تربط، جاو الناس الكبار ديال إدارة السجون بالرغيب وبالاحترام. السيد ربى الحوايج والموظف مربوط به الحوايج وجاب له جنوية، كان عرفتي شنو هي، بالخلعة السيد بال. عرف خبارك واحد انت هاد العباد، عارفها كنت تما يعني ديك الساعة. باش نكونوا فاهمين داكشي علاش انا نط، باش الجمهور يفهم ما يقولش حنا تنقزو تركبوا على الموجة حق هذا كذا شام كذا الموجة طاطا. هذاك باش بقى حنا شوف شوف ربما شوف كاين اللي فاهم كاين اللي ما فاهمش نفهمو. شوف الموجة الصحاب طيارة وبلاد ما المهم نركبوا عليها. انت نقزتي على واحد الحاجة كبر منك، والناس كاملين راه مراد من جيت هذيك القصة، حيت انت ما سمعت عجبهمش ما لبغي عجبهمش اخي واحد، ينتقدوا كلهم ديال القياس. ما عجبهمش الحال اخي. من حق الجمهور من حق الحزاب والخطأ اما ينتقدوا اللي كلها. تيعرف بن عيسى اللي ما عجبوش الحال، اما اللي ما تيعرفوش قد يكون موهوم داك الكذوب وبديك تيجلس باش يعجبني، فهمتيني، تيريحو وتيعلي زيبان، وداك اللي كيدير معاه تا هو استجواب. واش نقول لك اخي، انا بعدا غنقصفك اليوم، انا عقلتي نهار دخل جابو عند جابوك مصوب عندي البيت الشامبر الثمانية، عقل شي انا يا فريد، انا كحاز اخي وحيد ربما يقدم ما عرفني شو شي لعبة، اسمح لي جيتي عندنا البيت ودخل شي مقرفاص وكامل مقطع لحمك وصالخينكم، هادشي ضارب راسك وقاتلينكم مولاي الوقت عصا، دخلتي تبوريشة كذا كذا، حنا بكثرة حنايا حباسة وحنان وكذا، وبنتي لنا مقرفاص وكذا، راه كان معانا حتى واحد السيد هو اللي كان واقف تما ولد بلادنا رباطي، المهم بلا ما نجبدو السمية ديالو، دخلتي عندو البلاصة بقيتي تبكي مالك كدا تسوان عليك كدا هادي العيبات، وصل الليل خاصك فيد النعاس، بعد الليلة ما نعسيش في بلاصة بعدا باش عارف تبقى عليهم، انا اي بلاصة تندخل ليها عوزلة كدا. شوف اخاي انت بعدا في التمنية معانا حصلتي، قيشة العشرات الليل كلشي دخل لبلاصتو ومشى، قال لك عتمان انا غنشوف لك شي كروات ناس فيها ناري، وجبت تات السبية صافي اخاي دازت عثمان، هو تحياتي يا خويا دازت اخاي صاحبي، هذا ما عنده ما يقول، لا المهم احنا ما صح تنبغيو الصافي المهم من هو دازت، خوتنا عادي. احنا قاع باش نوثقوا داك الشيء، ونعستي في الكروة ديال واحد الدري صحراوي اللي كانت عنده الخمسين اللي جبناه، عارف شو اخونا هذاك وقع له شاويه مسكين هاد الدري هذا اللي هضرنا معاه، عطاه البلاصه شراها، ماشي عطاها ليه، شراها بالبكا والرغيب، وحنا رغبنا عليه حيت ضرب الحمو ورغبوا عليه شي رجال كاع ما تيعرفوه، تيعرفوه غير تما رغبوا عليه حيت الحاله اللي شافوه فيها مضروب وسلخوه مالي الوقت. هذيك الليله نعسي في ديك القروه ديال ديك الدري اللي عنده 5 سنين، وقع لي هاد الدري عنده 10 سنين ياك المشكل مع مع اخوه، خوه، مع اخوه ما عرفتش المشكل كيفاش ناقر مع خوه وفني خوك في قاص خوه الاخر في خدمات، ماشي. الا كان تيتفرج فينا هاد الدري هذا، وكان جا دار مي هاد الدري هذا كان تيتفرج فينا، راه غادي يدير لنا شي لايك وشي بارطاج حيت عرفنا قصه واقعيه. ما نعسيش في البلاصه، انا نعسي في الارض حتى الصباح، هضرتي في التليفون جاك كود، عطيتي لواحد الدري ولد قنيطره سميتو مو معاود لعمو، واحد الكلب حتى هو عطاك، عطيتي الكود عطاك الكارو بزايد، جيتي دبرتي على داك الدري ما عرفتش، عطيتي شي تلاتة شي جوج تروسه ونص، مشيتي كلي شي الدواء الحماق الروزينه مع انت كيدقولك اي دواء، اي دواء كيدقولك باش تعرف، حيت الدواء قبل ما يتحلو البيبان انت صيفط عليه واحد الخصيم تياكلو كامل، هذه الوقيته اللي كنتي معانا فيها، نقول لك شكون هو هذا الخصيم نقولوا واو واو واه، دولا هذا كنت ناكلو. تيهضر في التليفون مع الخصمان، اي واحد واقف شي بيت تيهضر معاه تيقول خويا دوز لي هذاك الخصيم ولا شد لي فلان من عند فلان، حيت التليفون حنا كاع العشرين شي عنده المراتشي، اي واحد تيحصل تعبئه بلي نعيط لواحد، واحد يعيط لسات الاخر يصيب، ممكن فهمتي البلان. مو شوف اخي واحد، انا رانا ما كان كنكذبش، وسمح لي انا جبت هاد الهضره هادي، هذا هو اللي كان كياكل داك الدواء، من جاك تاكل الروزينه وتيدقوا لك الدواء ديال الدرسه تيدقوا لك. المهم دخلتي ديك النهار سخفان، شريتي البلاصه دخلتي سخفان، طلقتي الموسيقى، كان عندك واحد الباب صغير طلقتيه، الا بقيتي عاقل شكون اللي قال لك نقص الموسيقى، انت معليها بغيتي تطبقها، ولكن كانوا غير الخصمان تما، كان الدري اللي جبناه تما ناضي وناضي، نقص الموسيقى اخويا قلت لك نقص الموسيقى، الليل هذا نقصي الموسيقى، وعت مرة باقي حي ومعانا شي غاش يشوف اخي وحيد، هاد الدراري صحابي على حساب معانا، واحد الدري عزي زرام راه انت عرفتيه دابا حيت الساطق اللي ما جبتش اسماء، معانا داك الدري زرام ولد الرباط قصيور سميمر،
هو حاضر الفيلم، ونقصي الموسيقى وبقيت عليا تدوار الحبس كذا، قلت ما ندورش على الحبس، سير شي بيت اخر ودير هذا الشيء هنا، ولا لا طلقتي الموسيقى مع هذه الوقيته هذه بالرب. ولا غد لي اخي واحد بدات الصاله هو تيغوت في التليفون مع شي بنت، قسما بالله اللي شانو عظيم. المهم اعتمار باقي حي، ولا طلق الله سراحك اخويا، غادي ان شاء الله غادي نديرو شي فيديو مع اخويا وحيد، وغادي توثق انت هاد الحقيقه هادي. احنا عارفين عندنا كلمات حق، ما كاينش لا كذوب لا والو. ودخل عندك عثمان دراري واقفين تيصليو، يلا بدا الله اكبر، يلا بدا السيد تيصلي بالناس، انت كتغوت مع واحد خيتي في التليفون، دخل عندك عثمان زباي لا ما تخسر ونقشك طفي داكشي، وطفيتي داكشي كامل، وفي العشيه تحولتي قسما بالرب لزت عليك شي كلمه، في العشيه تحولتي انت. انا علاش عاودت لك هادشي هذا؟ حيت انا هذا غير شي شويه اللي هادشي شويه اللي دوزتي غير في يومين معانا في البيت، عاد كتقول انا اي حبس كنمشي كيعطيوني عزله، كيعطيوني تلفازه، كيعطيوني ريشو، كيعطيوني تليفون، والتليفون اللي كنتي كتهضر به ماشي ديالك، ديال واحد الدري ودعومتك، با تيبيع النوكه با لاباس عليه، راه عرفتي دابا انت عرفتي، هذاك كان تيتباطع معاك في الدواء، كان تيشتا ولدك الدري لاباس عليه، هو اللي كان مخلي عندك التليفون، كنتي كتغول عليه هذاك الدري زوين تيعشم، وكان التليفون تيبقى عندك في لاسيس غير باش تعرف. تا يومين دوزتيها معنا مع الدب، شريتي البلاصه وجمعتي حوايجك مشيتي، فهمتي؟ داكشي علاش انا نقز وجبت لك انا هذا المونوباس، حيت انت مشيتي بعيد، الناس راه كتبدا بضربه بضربه، وذاك الراجل الا كنتي في شكل خصيم ما كنتيش تهضر عليه، كنتي تهضر عليه في الحق، كنتي تهضر عليه وتجبد عليه قصه زوينه هو دارها، حيت تيدير الخير هاد الدري بن عيسى هذا خي واحد، تيدير الخير وما تيبغيش تعدو، وشوف شي واحد ما ينطق خي تياكل في العصا يحيدو من مالي الوقت، الوقت لا بالك تليفون خويا فريد بالرجوله تبارك الله، راك عزيز الله يحفظك اخويا، تحياتي. سمعتي يا الدري بن عيسى خصيم وعنصر، ولكن ماشي مع المسجون، عنصر مع مولي الوقت، المسجون تيحتارمو وتيحماق عليه، كان تيبيع التليفونات، انت دابا لا شريتي من عندو تليفون، انت درويش مثلا، جيت انا ديتولك تيرجع داك التليفون غير باش تعرف، تيرجع بكلمه وحده منه، حيت التليفون بن عيسى اللي باعو لك تيرجع. واش كاين اخي واحد هادشي ولا ما كاينش؟ كاين ها لازم شي كلمه لا كاين، انت بعدا ماشي شي واحد اللي بعيد عليا ولا تنكذب ولا انت حاضر، لا كاين معنا واحد الساط حاضر تا هو، كاين سميتو بحال سميتي الدري اللي حاضر معنا، فهمتي؟ داكشي علاش انا هضرت عليك، وانا ما راه مواجد ليك، راه ماشي زعما انا زعما جيت ونقزت عليك، راه مواجد ليك، وفيما تندخل تنبقى نتفرج وتنقرا الكومونتير، كلشي تيسبك الساط وتيطرطم ليك، وانت باش تعجبني الجلسة انا وعندي لك قصة اخرى من بعد وغنعاودها لك، ديال وطيطة كملها عادة، بس كمل لهم القصة، كمل لهم ديال هادي هادي، وشرك لهم مع ديال الخرشاية باش يعرفوا هذا هذاك فتيش في الطرف هنا كاملين فيها. هذاك الشيء باش هضرت عليك انا، تعذبتي معانا، ضربتي معانا يومين ما كاملش، تعذبتي ضارب لحمك واو واو واو، وشريتي بلاصه واو واو، والله ما طلقتي الموسيقى اخا، طلقتيها ونم وجا مالك حمق ولا بالك، وتطفي لنا داك الشيء ترى الليل هذا ياك، وتوقف لي عظم وادي يا خي كرهينا، وما كاين لا كرهينا، وطفي لنا الموسيقى، لا بغيتي تحتار ما طفي الموسيقى، لا غد ليه هي وقعت القصه ديال الله اكبر، جا شنق على الكساط في العشيه، مشيتي عند بو احمد، مالك ما مالك، والله لا بقيت تما، ما عرفتش فين مشى ديك الساعه، فين كان معنا في التمنيه، فين مشى اخي واحد الله يسهل عليك، بطلت حتى للثلاثه، مشى للثلاثه، مشى للثلاثه، حيت انا مبقى ليا والو ديك الساعه، المهم نتايا وحق الرب الاله، انت ماشي راجل، ماشي راجل من عندي، حيت علاش نقصي على واحد الراجل طايب حبس وعندو مسكين شي حبس ويعمرو شو ربما نشوفو واش يخرج ولا ما يخرجش ويموت في الحبس، انت شديتيه بقيتي عليه طاق 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 طاق، غادي نكونو واضحين، هادي حنا ساليناها في تيفلت،
راه الناس معانا وعارفين هاد الشيء كامل. ندوزو اليوم نديرو تيطا. كما هذا الجزء الثاني قول لنا جوج اجزاء شفتيهم اليوم انا في جزء واحد. ها هو انا غنجي يعني لك جوج قصص في قصه واحده. نجي لك ديالو تيطا. هذه ما كنتش اخوتي انا باش ما نكونش ما نكونش كذاب انا ما كنتش هذيك ديال وطيطا. انا عارفك ما كنتش غير تنقول لهم انني ما كنتش انا يا حاضر ما باش عندي ديريكت انا ما كنتش في وطيطا ديك الساعه ما انت اللي كنت ما كنتش انايا فوت انا ما كنتش في ديك الساعه في وطيطا. شوف انت اللي كان معاك القصه عاود هذه ديال تيفلت راه كنت معاه فيها دار معايا فيها صافي ولا زدتي كلمه انت ديال تيفلت انت دفل عليا. لا لا داك الشيء راه باين اه كلمه حق لكم اكتشاركه ما خلى ما والو ما غنخليك انت شحال مره فكيتي انا بعدا شتا انا بعيني انا هادي انا بعيني شتا شحال مره شحال مره باش نحيدو من يديو ما تيبقى فيا حتى نشوفو القوت هكاك وداك العذاب اللي تيتعذب وكذا وهذا والله حتى تنحيدو من يديو ما تنتقاتل عليه بالله ما نفوتوش تنشوفو بنادم كذا هادي انا ما المهم انا ما عندي من هذا المنبر هذا تحياتي ليك منك الخويا فريد هو بغى يعطي قصه ما عندي ما ندير القناه راهي بحال ديالو قال بغى يعاود قصه عليك ما عندي ما نقول شو كيما تعاودوا القصه سوا بغى يعاود قصه نخليها نكمل الحق كمل لي الكماله وديال المهم هذه ساليناها هذه سالينا هذه غير شويه من هذه ديال تيفلت حيت انا داك الشيء اللي دوزتي معايا انا في البيت بعدا انا عاودت لك على ديال البيت ديال البيت خير من انت ماشي في اي حبس تيعطيوك تيعطيوك عوز لاخر اباش عارف ولا ماشي في اي حبس انا بعدا كنمشي معايا وشي شنو وقع لك ماشي في اي حبس كيما كتقول حتى تاخذ عزله وتكون عندك جنويه وبوب كليموجين ويلي يا صاط وبوب كليموجين بعدا في قنيطره دير قنيطره بعدا تحياتي يا اخي الدراري الخصمان ديال قنيطره وسونطرا هو ديال قنيطره الدراري تنتمنى تبارطاج باش يوصل الدراري ديال قنيطره وحق الرب قسما بالله حيت الدراري تيعرفوني ديال قنيطره شنو نهضر سيرو حيت ولاد بلادهم هذوك ندوز معاهم في قنيطره ندوز معاهم في الغابه وندوز معاهم في حي قديم فهمتينا اي باش عارف تحياتي خويا الحديوي تحياتي ليك نور الدين خويا نور الدين تحياتي خويا نور الدين قاري الجزء تاعك من الجزء تاعك شنو دخل عندنا هنا دابا واخوت وكاينين كامل دخل عندنا هنايا واحد الدري مدوز معاه انا كان خوت كامل لا شوف شوف نجاب بوحدك دابا نهضر المهم ديال وطيطه كنتي كت فوطة وكالسو فوطة وكالسو وعندك ديك الفورما الناس راه الناس راه حاضرين وراه جبت الدري اللي دخل عندنا نور الدين قاري راه ولد بلادنا كانت عنده 25 عام كان عنده شي مونشي في ساهل وبرين لا روح وسط الحبس عقلتي عليا انت يا فريد هو نعمان نعمان مات اللي شي عارف الدري نعمان شنق راسو المهم هذا اللي قتل مع نور الدين بطانة راه شنق راسو راه نور الدين حاضر لهاد الفيلم كالسو فوطة وكالسو قسما بالرب اخي الا فوطا وكارسو اخي والدراري كاملين اخي راه الدراري كاملين راه عارفين هاد القصه دي بلا ما نحكي عليها ومشيتي خرجتي وما عرفتش تجي ترونسفير وجابوك عاوتاني ما عرفتش فين مشيتي كبتي في قنت عاوتاني ضربتي راسك ولا ما عرفتش شنو عيطتي على امك عاوتاني جات فارات عليك ورجعوك رجعوك للوطيطه ومن رجعتي للوطيطه شنو لقيتي لقيتي كتسناك مفاجاه خطير هو بلا ما جبت بلا لا بلا ما جبت هاد السيد اللي ضربك ضربك بينشو يلا دخلتي من باب الايقاف دخلتي من باب الايقاف هز لك الدراري هز لك واحد جوج كره فارولوك يلا عاد دخل الكارشي الكارشي الاولاني ديال سي مصطفى ضربك بنادم بينشو ورجعتي تتجري تتغوت وتتجري وفكوك عباد الله ومولي الوقت ودخلتي لباب الايقاف من تما مشيتي ترونسفير من تما داوك حيت عارفين تما انت كلك عيب ما عاودش دخل تما مع مشى 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 طبعا مشكله باش رجعوا ديك الساعه تضرب مشى ملي تضرب مشى ما بقاش رجع في ديك العشيه جا وفي ديك العشيه رجع والناس اللي مدوزين معانا ولاد قنيطره ومن ولاد الاص اخوتي تحياتي ليكم اخي شو جبتو لنا عاوتاني واحد الخصام راه حاضر هاد السيد هذا القصه هادي وحاضر كريم ولد السكولات مو ملي كنجبد الدراري الخصمان نديرو القنطره اللي غيعرفوهم الدراري كاملين اللي عارفين هاد القصه هادي حيت انا ما جيت كدبش
صاير باهي ما عملت كليرا ما تقعدش تذكر الاسماء اخي غير وصافي اه باش المهم هادو راه الدراري صحابنا وتا هما ما حاملينش هاد الوضعيه اللي كيهضر عليها حيت كلشي ما تيحملوش هاد اختار الوحده. خليه ما قلت شي هي هادي انتقاد ديال الخنفوري انتقدو فيها حيت مضري مع الخنفوري مشى شي لواحد حاجة صعيبة هو مشي شي لواحد الله يطلق البارشير سراحه شي اللي ودوز غنقول معاك والشلحه والقنيطره والشلحه كريم كريم يا كفاريز واقيلا اخي والله ما نعرف. المهم هذا مو ضباس واحد اخر، علاش ما كتعاودش بحال هادو هادشي علاش ما كتعاودوش؟ انا تضربت انا مني تحطيت ترونسفير تخشى ليا، ما تقولش كاع في قاع يقول في داري، قلت تخشى ليا في راسي وعلقت باش تكون عاوتاني يعرفوك الناس كتهضر سيريوز، حيت ماشي انت هو باطمان فين ما مشيتي عوز لا فين ما مشي انت هو مشي انت هو الخنفوري، هادو راه شكون اللي كيمشي تياخد عوز لا كيمشي شليحه الله يرحمه كيمشيو الاطراسيين فهمتي لي، هادو هما اللي كياخدوه كيمشي بن عيسى بيبسي هاد الدراري هما اللي كياخدو العوزلات. هادو تحيه لولاد سيدي ولاد الغرب، اما انت ما تاخدش عوزلة حيت انت ماشي شي انت والو اصاحبي، واش نتمنى خير البارطاج الله يرحم ليكم الوالدين توصل لولاد حلال اخي. تحياتي لولاد حلال قسما بالله، عاود على تضربتي عاود على كان تيفكك هاد الساط هذا جبد هذا كان تيفكك ديما مع بو احمد تيرغبو بو احمد وصافي راه قتلتوه ما هذا لا ما تعاودش عليه عاود ما الحال دايزال على لا انت خلي هذا ما دايز في الشهاده اش يقول كان تيفكني واحد الا ما جاتش اضرب هو شويه قال الخنفوري عاد بقى غير اضرب ما شويه يمكنش فيك اسمع اخي انا والله ما كذبتش عليك، الا كذبت عليك راه الدراري ولاد حلاله فهمتيني يكلاشيوني يا اخي، الا كذبت وراه ما تيعرفوني انا ما كذبتش انا قلت الحقيقه، كوكتي كتعاود هاد الحقيقه هادي انا عارفك راجل وصاري واخا تكذب شي شويه كان نعوج على كنقول راه فري راه تا بعض المرات تيعاودي لعيبات وقعوا ليه انت والو انت ديما ضارب ديما مجري على السلاويين تا تقد على السلاويين في قنيطرة ما تقدش عليهم، راه قاري راه كان حاكم تا هو البلاد تما ماشي حاكم قنيطرة ولكن كان حاكم بلاصو وخا سلاوي راه الدريوات قنيطرة تيعرفوه ما بدي نقاري خص ايام وحاكم تا هو البلاصة اللي كان فيها حاكمة هو وعادل ولد شهيبة خو حميد نجيب لك الدراري انا الناضين بوغابة داكا الحديوي رباه موضه في تحياتي بو الحديوي هادية هاد الناس راه خوتي الا تقاست شي راه حاجة انا خوتنا هو حنايا اللي دابا هي راه ماشي مشكل غير هو ما تنبغيوش حنايا صافي كاين واش يسمع سميتو انا راه بس تعصبت حيت علاش واحد تقرا شي تعليق تيقول لك لا كذب انا والله ما كذبتش هو عليه ما تكذبش انت خصك تكون الثقة في الناس داكشي ما لا تيقش شوف الكلام ولا قال واحد ولا جوج ثلاثة ايوا راه كاين شوف وراه كاين شحال واحد كاين اللي ما يتيق اللي ما لا لا المهم انت عاوتاني مجرد عاوتاني قصة حقيقة وحق الرب اخويا كلمة حق الوحيد قلتيها الله يقوي صافي راه كلمتك التقليد راه هو يبقى عليك حيت انت اللي خرجتي لهذا الله السلام صافي انا عليكم كنت حاضر انا يا فتيفلت وطيطه راه كنت نتاي لا وانا فتيفلت راه كان معايا فتيفلت وراه بلا ما نقول انا ما تنبغيش الى نبقى العياقه والتكبر نقول عاود هكذا شي حاجه هذا في تيفلش كذوب لا هو انا هذاك الشيء راه حاضر لي انا صافي ممتاز تدير وطيطه حيت انا ما نقزتش عليك وما كذبتش عليك حيت انت نقصتي على واحد السيد كلشي تيحترم اللي جبتي يقول لك بن عسل الخنفور يقول لك ضريف ضريف شي يقول لك هو قاعد لا باع لك شي تيليفون شي بيت يقول لك خويا جيب لي شي جبتي خات كبار وجيب لي النعناع وجيب لي يبغي داكشي مسكين ساهل ما تياكلش دانون واو تياكل التواجع النعناع جيب لي داك البطبوط مصاوب باليد ديال الشحمه ديال كدا قسما بالله العطار قلت على العطار هو هذا خلينا داك طوبى شوال عشيرنا هذاك خطا شوال ما يريد شويطين هذاك الجنين صحيح شوف هاد العطار صافي انا نخلي دابا يا صافي ما صافي صافي هاتي شنو القصة قلت شي القصة صافي جبت نعطيو لك الأخوة انا التحية جبت لك انا القوة هذا من جبت لك العطار وصافي دابا قول والله بالعند دابا كمل دابا انت باش خليتك مثلا صافي دابا صافي شوف باش انا انا نخرج شوف وكمل شوف معاك الساعة شوف صافي انايا انا راه عاودت لك شويه من بزاف عاودت لك شويه من بزاف اي باش عارف وهذا الشيء انا كنتمنى البارطاج باش يوصل لخوتي ولاد قنيطره خوتي صحابنا ولاد قنيطره ويقراو اللعيبه وغيعرفوا البلان فري وما يعرفوا هذا الشيء هذا كاين اللي ما كاين شنو نقول لك كاين اللي ما تيتفرجش كاع اصلا في هذا الشيء هذا اي باش عارف
كاين اخي واحد ما معمقش بهاد لي فيديوهات وبهاد التليفون. كاين دابا ولاو تيبغيو نسمع القصص قال تيبغيو يسمعوا. احنا قلنا ليهم، هو قال وانا قلت، ويوزنوا الكلام. ايه وزنوا الكلام، راه بنادم ماشي احمق، يوزن الكلام ويعرف كلامي واش انا على حق ولا هو اللي كلام على حق. الحقيقه باينه صافي. شوف هو حيد انا ما نقولش، شو انا باش نجيك من الاخر، انا ما نقولش ما يبانش شي واحد عندي في القناه غيبان عندي شي واحد بانني غيكذب ولا هادي. انا عارف هاد الشيء هذا. بقات حاجه وحده، بلاتي بقات حاجه وحده، دخلنا على قبل الله بقات حاجه وحده. مرحبا. واش انت اي بلاصه يعطي، اي بلاصه انت تدخل تاخذ عزله. ما يعطوا دابا انت عطوا مسكين الله فيه، راه مسكين مشي يبقى مقهور معاهم تيقتل تيتفن تيشنو تيدير شي موت ما تياكلش 70 عام ما تيبقاش حياته كامله واقف فيه تيحيط ودني وعينه ونيف على ود عزله وموج وعرفتي شنو مشكله مجرم مقود فهمتي خطير هاد الدري هذا والو ما الله جالتي في تخدع عزله ما خدا الله ما خدا يوم بلاتي واحد يومين تيقتلوه مسكين الدري عنصور تيعرفو عبد الطيف لافي راه تحيات لسيدي موسى عليه واحد القصه اللي ما شافهاش شوف سيدي موسى. المهم انا عاودت عليك شويه من بزاف وانا باقي انا معاك، باقي معاك ان شاء الله، ماشي في هاد القناه هادي، باقي معاك غتكون القناه ديال خويا فارس ديالي ان شاء الله، ولكن ماشي دابا من بعد غتكون هاد المرة. انا مع خويا وحيد حنا محيحين، حنا راه انا بعدا باش عارف انا وهاد السيد راه ما بين لا ادسنس والو عافيه ما بين حتى شي. انا كنت عندي قناه راه قلبوها الخصمه راه قربت تضرب 2 مليون، والله ما عمري انا زعما ناوي زعما مو انا كنت هي محيح وكنهضر في الحق، ومره مره تنقصر خاوب الضحك لعيبات، واللي قال شي لعيبه تندور ليه تنقصفو في الحق، حيت انا ما باغي لا فلوس لا والو، حنايا قصار يعني باش عارف انا بعدا خويا واحد حتى هو راه بخير ما خاصو حتى شي. الحمد لله ونشكره. المهم انا زعما حيت في قناته يعني انا كنت بغيت ندير هادشي نديرو في زعما ندير قناه انا ونعاود انا زعما كنت باغي فلوس ولا شي لعيبه. لولا كي ضروري غدير القناه ان شاء الله. ضروري ضروري قناه ان شاء الله. والقصه وهاد القصه كامله عاودتها باش مره اخرى تبقى تحتارس على شنو كتقول، حيت هادشي كيبقى موثق في هاد الفيديو تيبقاو مدى الحياه، فهمتي تبقى موثق على هادشي. هذا واحد النهار يخرج بنيس الخنفور، راه الناس كانت عندهم اعدام موقوف تنفيذ ورجع لهم مؤبده ومخرجوا اطراسي خرجوا شي 4 ديال الخوت، راه هادشي هذا تيفوت فهمتي. والمهم كنتمنى يوصلك هذا الفيديو، راه غديتي عليا انا عارفك ناضي، كنتمنى يوصلك وغادي يوصلك ان شاء الله. يبقى ضريبه 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 شي تلم تبعتي شفت هو داخل عندي شي تلم شي تلم تبارطاجيت مزيان غيبقى ضريبه 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 ياك اخي. لا والو خويا تيوصل دفيعه 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 تتكامش معاه وتلقى البطل محيها لك. انا يا فريد راه عقلتي. المهم وصاد تي هو راه عارف كل شيء، ديما تيرغب داك الشفين جا قتليتي قلت لي وين تيبقى فيا خايف تشوف قاصه وما تيتعذب بنادم. باش نقول واحد الكلمه في حقك شي هاد الدري، والله العظيم تنكون انا وياه تنتريني في الصباح ما بقى لنا والو، تيسمع شي واحد تيقول العصا ولا ما تولي باش يمشي فيه بلا شي حق الله خير ما عزنا ما مشى مخير وتيدخل طويل 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 تيقد يوم راسو وابا احمد وهكدا وواحد تيقول صافي تيفكو من العصا، ولكن كيدخلوا لواحد البيت الحديقه الحديقه تيقولوا لها قسما بالله شحال من مره فك بنادم الرجل هذيك ما تنبغيوش لا نبغيو والله ما تحياتي اسمحوا لنا بزاف، وانا راه كلامي كلامي موزون، انا ما كذبش وقلت الحقيقه وجبت شي اسماء بالعاني باش يبقى هادشي موثق بالعاني، انا جبت ذكرت الاسماء حيت كانوا حاضرين وعاشوا معنا هادشي هذا. وتحياتي لكاع الجمهور ديال خي وحيد من سلا حتى المانشستر سيتي حتى الاولترا فورد وحق الرب. مهم خوتي كاملين تحياتي وتصبحوا على خير، والثانيه على الرباطي ديالنا حيت حنا مشينا لهذا وعاد نجيو لديالنا، حيت هذا اللي حدانا حيت وحدانا بيناتنا غير طاكسي، الا كذبنا عليه غنتشاوفوا معاه، ولا كان راجل وهضرنا عليه وسمع داكشي هو هذوك وبقى فيه الحال يصوني عنا، نخليو نمره التليفون ديالي عند واحد يصوني عليا ويصوني عليا ونديرو لايف باش لا بغا لا ما تسرطاتش لي بغا ود حدك الشاعر مثلا شي كومبا وسط البحر ولا شي لعيبه. شوف حق الله انا مستعد ما تسرطاتش لي كل شي لعيبه وما عجبكش القذف ديالي، حيت انا نقذفك بصراحه انت كتقول 10 كيلو 12 كيلو وسط الحبس
انا جاي لك انت تمام. مول 10 كيلو قريبا مول وبشكيس 10 لا كيلو ولا بغات انت غير تجبد في 12 الجايه كيلو غير تجبد انا ما الجايه غير تجبد انا كيلو صعبي تبقى في الحبس صافي. ما 15 هذه ماشي يوم قصه وحده اخرى ما عليناش. يعني نقولوا دابا يعطي شنو اللي نقوله غادي القصه الثانيه جايه على ولد حومتنا ولد بلادنا ما نكذبوش عليك حتى هو القصف ارض جو. وتحياتي للجمهور ديال واحد اون جينيرال وتصبحوا على خير وليله سعيده. نقول لكم الخوش بلا ما نطول عليكم ونقول لكم الله يخلي لكم الميمه وتحياتي ليكم اليوم من سلا من القريه لطنجه حتى القوري حتى القويره الصحراء والجاليه المغربيه المغربيه اللي عايشه خارج الصحراء المغرب المغربيه وكل من فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله عليه الصلاه والسلام. واش نقول لكم؟ السلام السلام عليكم خوتي وتحياتي لكم وتنموت عليكم خوتي. تعطفي